بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوات الطالبات في مساق اللغة الإنجليزية الطبية، نلتقي في الجزء الثاني من الشابتر الثالث بعنوان Briefing System. في المحاضرة السابقة تعرفنا على العديد من البريفكسز suffixes and combining form الشائعة في هذا الشابتر، وتطرقنا إلى العديد من المصطلحات المتعلقة بالجهاز التنفسي. اليوم إن شاء الله سنستأنف باقي المصطلحات الشائعة في هذا الشابتر، وهو شابتر الريسبيراتوري سيستم أو البريثينج سيستم، أو بنسميه بالعربي الجهاز التنفسي. عندنا مصطلح اسمه نيمونوتومي. نيمونوتومي نيمونوتومي نيمونو زي ما حكينا هو عبارة عن combining form معناه lung أو رئة، و tumi is a suffix means incision into، هو عبارة عن لاحقة بمعنى شق جراحي incision into. فمعنى المصطلح نيمونوتومي معناه incision into the lungs، incision into the lungs يعني مريض يعمل عملية جراحية في الرئتين، مجرد ما الطبيب يجرح الرئتين بالمشرط تبعه بنقول عمل له نيمونوتومي. بعد ما خلص العملية الطبيب بده يغرز هذا المطرح الجرح اللي عمله، بنسمي المصطلح نيمونورافي. نيمونورافي نيمونورافي نيمونو معناها lung، ورافي is a suffix معناها suturing into، فبصير معنى المصطلح نيمونورافي suturing into lungs يعني قطب جراحي للرئتين، أو شق جراح أو تغريز للجرح الجراحي اللي عمله الطبيب. المصطلح اللي بعد هيك هو نيمونوسيس. نيمونوسيس زي ما بنعرف نيمونو مصطلح صار عندنا، هذا combining form مشهور، نيمونو يعني lungs، وأوسيز is a suffix معناها abnormal condition. abnormal condition يعني حالة مرضية، حالة مرضية في الرئتين بنسميها abnormal condition of the lung، والمصطلح الدال عليها معناه pneumonosis. pneumonosis مصطلح البعد هيك pneumonitis، أو المشهورة أكثر نيمونيا، ولكن عندنا هنا في المصطلح نبين إنه pneumonitis معناها inflammation of the lungs. نيمونو it mean lung، وitis it is a suffix means inflammation يعني التهاب في الرئتين. inflammation of lungs أو inflammation of the lungs، وإلها مرادف لكلمة نيمونايتس نيمونيا. نيمونيا يعني التهاب الرئة، التهاب في الرئة. مصطلح اللي بعد هيك نيمونيكتومي. نيمونيكتومي نيمونيكتومي combining form نيمونو معناها lung، واكتومي معناها removal of، فبيطلع مصطلحنا هنا معناه removal of the lung. واحد عنده سرطان في الرئة شالوا له رئة كاملة بنسميها استئصال الرئة أو نيمونيكتومي removal of the lung. وهنا نراجع مع بعض القواعد المتعلقة بالربط ما بين combining form و suffix. نطلع على السفكس. السفكس إذا كان يبدأ بحرف علة بنحذف حرف العلة اللي هو الأو المرتبط مع الكومبايننج فورم، فبصير إيش تجميعته نيمونيكتومي. بقدرش أقول نيمونوكتومي، خطأ. الربط الصحيح إنه أنا بشيل حرف الأو لأنه الحرف الأول من السفكس حرف علة، فبصير معنى المصطلح نيمونيكتومي. نيمونيكتومي المصطلح اللي بعدي نيمونوباثي. نيمونو it is a lung combining form means lung، وباثي suffix means a disease of، فبصير المصطلح كله معناه disease of lungs. إذا ملاحظين أغلب هذه الكومباين، أغلب السفكسز مرت علينا قبل هيك، مجرد ما أربطها مع الكومبايننج فورم الجديد بيعطيني معنى جديد، فمهم جدا تكونوا حافظين كل السفكسز اللي مرت علينا سابقا. نيمونوسينتيسيس. نيمونو combining form خلاص صار معروف عندنا lungs. سينتيسيس suffix مرت علينا قبل هيك ومعناها puncture، يعني واحد عنده تجمع سوائل داخل اللنج، في عندي تجمع سوائل في اللنج،
وهذه عامله لي مشكله في اللنج، بدنا نسحب هذه السوائل. بروح هو الطبيب عامل بنكشرنج، عامل ثقب جراحي حاطط فيه تيوب بربيه شيك عشان يفضي اللنج من السوائل الموجود فيها. هذه العمليه بنسميها نيمونوسينتيسيس، نيمونوسينتيسيس بنكشر اوف ذا لنج باي سيرجري، عمليه ثقب او بزل، نسميها بزل جراحي للرئه لتصريف سوائل متجمعه. إذا أي جرح أنا بعمله أو أي ثقب أنا بعمله في جسم الإنسان السافكس الدال عليه سينتيسيز. لو مثلا واحد عنده تجمع سوائل في البطن بنسميها أبدومينو سينتيسيز أو بارا سينتيسيز أو بنسميه بارا سينتيسيز. فإذا أنا عندي نيمونو لانجز وسينتيسيز بانكشر، بصير مصطلحنا معناه بانكشر أوف ذا لانجز. نيمونو بيكسي، نيمونو كومبايننج فورم تعني لانجز، وبيكسي هذا سافكس جديد معناه فيكسيشن تثبيت، فبصير معناها فيكسيشن اوف ذا لانج. وين بثبت اللانج؟ بثبت اللانج في الثوراسيك وول، في جدار الصدر. اذا معنى نيمونو بيكسي فيكسيشن اوف لانجز، زي ما احنا شايفين في هذول التنين في القواعد تبعت الجويننج عندي هاي النيمونو في حرف الاو، بتطلع على السفكس في حرف السي، وهنا في حرف البي، هذول ليست من حروف العله، وبالتالي ابقي على حرف الاو، فبصير عندي نيمونو سينتيسيز ونيمونو بيكسي. نيمو ثوركس، نيمو معناها هواء وثوركس معناها شست، فبصير معنى المصطلح اير ان ذا شست او اير ان ذا بلورال كافيتي. زي ما بنعرف حكينا قبل هيك انه الرئتين عليها غشاء، وهذا الغشاء اسمه بلورا، اسمه بلورا. البلورا هذه يتكون من طبقتين، طبقه ملاصقه للرئه تسمى فيسترال بلورا او بنسميها انر بلورا، وطبقه ملاصقه لجدار الصدر بنسميها بريتال بلورا او اوتر بلورا، وبينهم في فراغ، هذا الفراغ بنسميه بلورال كافيتي، التجويف البلوري، وفي شوية سوائل عشان تمنع التصاق الطبقتين مع بعض. إذا تجمع هواء في هذا الغشاء في هذا التجويف البلوري بنسميه نيمو ثوركس. إذا نيمو ثوركس معناها air in the pleural cavity. إيش هو البلورال كافيتي؟ space between the chest wall and lungs. طيب لو تجمع هواء في الغشاء في التجويف البلوري بنسميه هيموثوركس. فهيمو كومبايننج فور معناها بلاد، وثوركس ات از شيست معناها شيست، فبلاد ان ذا ثوركس او بلاد ان ذا شيست معناها بلاد ان ذا بلورال كافيتي، بلاد ان ذا بلورال كافيتي. طيب لو تجمع هواء زائد دم بنسميها نيمو هيمو ثوركس، نيمو هيمو ثوركس. نيمو كومبايننج فورم الاول ومعناه اير، هيمو كومبايننج فورم ثاني ومعناه بلاد. لما ربطت الكومبايننج فورم مع الكومبايننج فورم احتفظ بحرف الاو بالرغم من ايش وجود حرف اتش او اي حرف اخر سواء كان حرف عله او غير حرف عله، نبقي على الاو في الكومبايننج فورم الاول. فعندي نيمو هيمو ثوركس، نيمو هيمو ثوركس. هيمو يعني بلد، ثوركس قلنا معناها شست او ثوركس يعني صدر. وهنا ابقينا على حرف الاو لانه الحرف الاول من هذا السفكس حرف التي وهو ليس حرف عله. ايش معنى نيمو هيمو ثوركس؟ معناها اير اند بلد ان ذا ثوركس او بلورال كافيتي، تجمع للهواء والدم في التجويف البلوري. نيجي لمصطلح جديد اسمه أبنية، أبنية. إيه it is a prefix مر علينا في أول شابتر أخذناه معناه without أو absence، غياب أو بدون. وبنية suffix معناها breathing، فإذا أبنية معناها without or absence of breathing، أي إنسان بنقطع النفس تبعه ما فيش حركة لا الصدر تبعه لا لجدار الصدر تبعه، وطلع على الصدر ما فيش حركة للنفس تبعه، بقول عنده صار عنده أبنية. وهذه حالة شائعة عند الأطفال المواليد، في إشي اسمها نيونيتال أبنية. نيونيتال معناها طفل مولود في مرحلة ما بعد الولادة.
فهدول الأطفال بخشوا في توقف للنفس بنسميها نيونيتال أبنية. فأمني أبنية معناها without or absence of breathing، أو بنسميها stopping of breathing توقف النفس، أو cessation of breathing توقف النفس. زي ما احنا شايفين، عشان نرجع للهيمو والنيموثوركس، هذه اللنج وهذا جدار الصدر، هذا في عندي غشاء، هذا الغشاء بنسميه سيروس ممبرين اسمه بلورا، وهذا الغشاء يتكون من ايش؟ من طبقتين، طبقة ملاصقة للرئة هي اسمها ايش؟ انر بلورا، انر بلورا، وطبقة ملاصقة لجدار الصدر اسمها اوتر بلورا او بريتال بلورا، والانر بلورا اسمها فيسترال بلورا يعني الحشائية. وبين الطبقتين يوجد تجويف، سبيس، فراغ، هذا الفراغ أو التجويف اسمه بلورال كافيتي، التجويف البلوري. إذا تجمع هواء بنسميه نيموثوركس، وفي الغالب الهواء بتجمع في وين؟ في الأعلى. وإذا تجمع دم بنسميه هيموثوركس، وإذا تجمع التنين بنسميهن نيمو هيموثوركس. هنا هي الإنر بلورا، وهي الاوتر بلورا، وتجمع الهواء او الدم في السبيس اللي ما بين الاثنين. نيجي لمصطلح جديد اسمه ديسنيا. ديسنيا هنا البي بتكون سايلت لا تلفظ، فعندي ديس بريفكس بادئه معناها difficulty or pain، الم او صعوبه، والسافكس عندي بريثنج اللي هو بنيه، بنيه معناها بريثنج، المصطلح بصير اسمه ديسنيا، نقولش ديسبنيا، لا هي البي هنا بتكون سايلنت، فبنقول ديسنيا معناها difficulty of breathing، صعوبة في التنفس. واحد عنده أزمة صدرية بصير في عنده إيه؟ صعوبة في التنفس، بنسمي صعوبة التنفس ديسنيا عند المريض ديسنيا. هايبربنيا، هايبربنيا، هايبر it is a prefix معناها above أو excessive زيادة، وبنية عرفناها suffix معناها breathing، إذا هذه إيش فيها؟ زيادة في النفس فوق الطبيعي، زيادة في النفس فوق المعدل الطبيعي، above normal breathing، above normal breathing. طيب لما يكون أقل من المعدل الطبيعي للنفس بنسميه hypopnea، hypo معناها low، وبنية معناها breathing تنفس، فبلو normal breathing تنفس أقل من الطبيعي. طيب إذا كان النفس سريع بنسميها tachypnea، تاكي معناها fast، وبنية suffix معناها breathing، فإيش بيكون المصطلح معناه؟ fast breathing. طيب لو كان النفس بطيء بنسميها bradypnea، bradypnea، برادي معناها بريفكس، هي بريفكس معناها سلو بطيء، وبنية سافكس معناها بريثنج تنفس، فإذا ايش بيكون المصطلح؟ سلو بريثنج تنفس بطيء. إذا لو جبنا سؤال ايش معنى تكبنية؟ معناها فاست بريثنج. ايش يعني برادبنية؟ معناها سلو بريثنج. ايش معنى هايبربنية؟ معناها above normal breathing. ايش معنى هايبوبنيا؟ معناها below normal breathing. ايش معنى ابنيا؟ معناها stopping of breathing او no breathing او absence of breathing. هذول مصطلحات مهمة وشائعة، واكيد هتاخدوها في شابتر الفاندمنتال اوف نيرسينج بعد هيك ان شاء الله. لوبوتومي قلنا لوبو معناها combining four معناها لوب، قلنا الرئتين مجزأة الى ايش؟ اجزاء او فلقات او فصوص. فلو صار إنسان عنده مثلا تجمع صديد في لوب من هذه اللوبس، بروح الطبيب وهو عامل إيش؟ جرح، بعد ما فتح الصدر بيجرح هذه اللوب، فالجرح اللي عمله الطبيب نسميه عمل للمريض لوبوتومي. لوبوتومي، لوبو معناها لوب، وتومي معناها انسجن انتو، فبصير معنى المصطلح انسجن انتو لوب اوف لانج، يعني شق جراحي في فلقة من فلقات الرئة. طيب لو استأصلنا هذا الفلقة كلها بنسميها لوبيكتومي، نسميها ايش؟ لوبيكتومي. لوبيكتومي معناها ريموفال اوف لوب اوف ذا لانج، لوبو معناها لوب، واكتومي معناها ريموفال اوف، عشان نشوف
أنا الحرف الأول من هذا السافكس حرف علة، فإيش عملنا؟ حذفنا حرف الأو وجمعنا الكلمتين مع بعض أو المقطعين مع بعض، فصار عندي المصطلح لوبكتومي. من الخطأ أقول لوبوكتومي، خطأ، الأو مع الإي بجوش، بنحذف حرف الأو فبصير لوبكتومي، معناها ريموفال أوف لوب أوف ذا لانج. نيجي لمصطلح بلمونيك، بلمونو كومبايننج فور معناه لانج، رئة، وإك إت إز أ سافكس معناها بيرتيننج تو، متعلق به، فإذا هذا بيرتيننج تو لانجز، متعلق بالرئتين. يعني أي إشي مثلا هيموريج بنقول بلمونيك هيموريج، يعني نزيف في الرئتين، فإذا أي إشي متعلق بالرئتين بنسميه بلمونيك. ومنها مثال عليها كمان زي هالكلمة مع مشابهة لإلها بلموناري، بلمونو معناها لانج وسافكس اري معناها بيرتينينج تو، اذا بيرتينينج تو لانج متعلق بالرئتين. اذا يا اي شيء متعلق بالرئتين بقول بلموناري او بلمونيك. بلورايتس كومباينينج فون بلورو معناها بلورا، هو الغشاء البلوري اللي بغطي الرئتين. وايتس ات از انفلاميشن، سافكس معناها انفلاميشن، التهاب، اذا التهاب لبلورا، انفلاميشن اوف بلورا، التهاب الغشاء البلوري. بلوروسنتيسز قلنا الكومباينينج فورم بلورو معناها بلورا، غشاء بلوري، وسنتيسز ات از ا سافكس معناها بنكشر، يعني مريض عنده تجمع دم في البلورا الكافيتي، سميناها هيموثوركس. هلقت انا هذه بقدرش اخليها موجوده لانها ضاغطه على الرئه وبتمنع تنفس المريض، بدي ايش اعمل؟ بدي اعمل سحب لإلها عشان اسحب السوائل او الدم المتجمع. عمليه السحب هذه بنسميها بلوروسنتيسز. بيصير الطبيب بيعمل ثقب داخل هذا التجويف، بحط بربيش او بحط تيوب بنسميها شيست تيوب، وهذه الشيست تيوب بتصير تفرغ لكل السوائل كل الدم وكل الهواء الموجود في البلورال كافيتي حتى يستطيع المريض التنفس بكل سهوله واريحيه. إذا بلوروسنتيسز معناها بانكشر تو ذا بلورا، ثقب جراحي لسحب سوائل من التجويف البلوري. بلوروجرافي بلورو معناها بلورا، وجرافي تكنيك اوف ميكينج اكس راي معناها عملية تصوير اكس راي للتجويف البلوري، تكنيك اوف ميكينج ان اكس راي اوف ذا بلورال كافيتي. بلورودينيا، بلورو كومبايننج فور معناها بلورا غشاء بلوري، ودينيا سافكس معناها كونديشن اوف بين، يعني الم في الغشاء البلوري، معنى المصطلح كونديشن اوف بين ان ذا بلورا، الم في الغشاء البلوري. بلوروديسز، بلورو كومبايننج فور معناها بلورا، وديسز سافكس معناها ادهيجن، قلنا هذول طبقتين، طبقه خارجيه طبقه داخليه، طبقه ملاصقه للشست وول اسمها اوتر بلورا، وطبقه ملاصقه للرئتين اسمها انر بلورا، وهذول التنتين في بينهم سبيس فراغ اسمه بلورا الكافيتي، عشان يمنع التصاقهم، لو التصق مع بعض زي هيك بنسميها بلوروديسز، بنسميها ايش؟ بلوروديسز. فبلوروديسز معناها ادهيجن اوف ذا بلورا، التصاق طبقتي الغشاء البلوري. فرينوجاستريك، فرينو ات از ا كومبايننج فورم معناها دافراجم، الحجاب الحاجز. وغاسترو كومبايننج فورم الثاني معناها ستومك، المعده. واك سافكس معناها بيرتيننج تو، اذا هذا شيء متعلق بالحجاب الحاجز والمعده، بيرتيننج تو دافراجم اند ستومك. وقلنا الديافراغم او الحجاب الحاجز هو عضله تفصل ما بين تجويف الصدر في الاعلى وتجويف البطن في الاسفل. هذه العضله مهمه جدا في عمليه التنفس، مهمه جدا في عمليه التنفس. فرينو هيباتيك كومبايننج اول لفرينو معناها ديافراغم حجاب حاجز، هيباتو كومبايننج فورم ثاني معناها ليفر، والاك سافكس معناها بيرتينينج تو، اذا بيرتينينج تو ديافراجم اند ليفر، متعلق بالحجاب الحاجز والكبد. طيب هذه قلنا عضله، العضله ممكن يصير فيها شلل لانه بتحكم فيها عصب بنسميه فرينيك نيرف، فرينيك نيرف
عصب الحجاب الحاجز. لو صار شلل في هذا العصب بنصير شلل في العضلة، لو صار أي قطع أو أي خلل في هذا العصب بصير عندي شلل في عضلة الحجاب الحاجز. شلل عضلة الحجاب الحاجز اسمها فرينوبليجيا. فرينو معناها دايفراغم أو حجاب حاجز، وبليجيا suffix معناها باراليسيز، فالمعنى تبعها condition of paralysis due to diaphragm، شلل عضلة الحجاب الحاجز. هانا بليجيا مر علينا قبل هيك، بل مونو برونكوبليجيا. برونكوبليجيا معناها شلل في عضلات البرونكاي الشعب الهوائية. عندنا هنا فرينوبليجيا معناها condition of paralysis to diaphragm، حالة من شلل عضلة الحجاب الحاجز. ثوراكوباثي، ثوراكوباثي، ثوراكو combining form معناها ثوركس chest، وباثي معناها suffix معناها disease، فإذا disease of the thorax مرض في الصدر. ثوراكوتومي، ثوراكو combining form معناها ثوركس صدر أو chest، تومي معناها incision into، بصير المصطلح معناه incision into thorax، شق جراحي للصدر. مريض عنده بدنا نعمل له عملية جراحية داخل الرئتين، أول إشي بيعمل قطع لمين؟ قطع أو شق جراحي للصدر. هذا الشق الجراحي اللي بيعمله في الصدر بنسميه ثوراكوتومي. ثوراكوتومي. طيب ثوراكوسنتيسز. ثوراكو عرفناها كومبايننج فورم معناها شيست، وسنتيسز مرت علينا قلنا معناها سافكس معناها بنكشر، ان اعمل ثقب عشان انا اسحب السوائل المتجمعه. وين؟ متجمعه في الثوركس في القفا في الصدر. فاذا معنى ثوراكوسنتيسز بنكشر اوف ذا شيست. طب ليش معمل بنكشرنج للشيست وبحط تيوب بربيش او انبوب صدري عشان اسحب السوائل المتجمعه في الصدر؟ ثوراكو سنتيسيس. ثوراكوسكوب. ثوراكو كومبايننج فور معناها ثوركس او شيست، وسكوب انسترومنت تو فيو، اداه تنظير او منظار. ايش بصير المعنى؟ انسترومنت تو فيو ذا ثوركس او شيست، اداه لتنظير الصدر عشان اشوف اعضاء الصدر من الداخل. ثوراكوستينوسيس. ثوراكو كومبايننج فورم معناها ثوركس صدر، وستينوسيس هذه السافكس معناها ناروينج، معنى المصطلح ناروينج اوف ذا ثوركس، ضيق في الصدر. انتركوستال. انتركوستال بريفكس في انتر معناها بتوين، وكوستو it is a combining form معناها ribs ضلوع، وال is a suffix معناها pertaining to متعلق به. فايش بتصير مصطلح pertaining to between the ribs متعلق بما بين الضلوع؟ مثلا في عندي عضلات موجودة بين الضلوع وهذه مهمة من أجل عملية التنفس، هذه العضلات بنسميها إيش؟ intercostal muscles، عضلات ما بين الضلوع intercostal muscles. costogenic combining form عندي costo معناها ribs، و suffix عندي genic معناها pertaining to formation أو origination، فالmeaning معناها pertaining to formation of ribs متعلق بتكون الضلوع أو شيء ناشئ من الضلوع. originated from the ribs، originated from the ribs. costochondritis. combining form الأول costo معناها ribs ضلع، والكومبايننج فورم الثاني كوندرو معناها كارتليج، الغضروف في طرف الغضروف، الغضروف الريبس هذه الضلوع فيها جزء عظمي وفيها جزء غضروفي، الجزء الغضروفي مرتبط مع عظمه في الصدر اسمها عظمه القص الاستيرنم في منتصف الصدر. اذا صار التهاب في هذا الجزء الغضروفي بنسميه كوستو كوندرايتس، انفلاميشن اوف كارتليج اوف ريبس، التهاب غضروف الضلع. suffix itis معناها inflammation التهاب، فبصير costochondritis معناها inflammation of cartilage of ribs، التهاب غضروف الضلع. costo قلنا بنحافظ على الاو، فبصير عندي حرف الاو موجود costo. chondro بطلع على suffix
اول تبدا بحرف الاي، اذا الاو هذه حتسقط. فهي عندي واضح عندي كوستو، حافظنا على حرف الاو. اذا بدي اجمع كومبايننج فورم مع كومبايننج فورم، وحافظ على الكومبايننج فاول في الكومبايننج فورم الاول، بغض النظر على ايش الحرف الاول من الكومبايننج فورم الثاني. الكومبايننج فورم الثاني حرف الاو بدي اطلع على السفكس، اذا كان السفكس حرف عله يسقط الاو، اذا لم يكن حرف عله تبقى الاو. فهنا في عندي حرف عله فسقطت الاو، فصار المصطلح لما اعمل له جوينينج كوستوكوندرايتس. راينوسكوب مرت علينا كلمه كومبايننج فورم راينو معناها نوز انف، وسافكس سكوب معناها انسترومنت اوف فيو منظار. فاذا انا بدي اشوف التركيبات الداخليه للانف بحط في انف المريض منظار بنسميه راينوسكوب انسترومنت اوف فيو ذا نوز. طيب فارينجوسكوب بدي اشوف البلعوم، فارينجو معناها فارينكس بلعوم، وسكوب معناها منظار، فبصير عندي المينينج انسترومنت اوف فيو ذا فارينكس منظار البلعوم. طب لو انا بدي اشوف الحنجره، في عندي جهاز اسمه لارينجوسكوب، كومبايننج فورم لارينجو معناها لارينكس، والسفكس سكوب معناها انسترومنت اوف فيو يعني منظار. فالمينينج ايش بصير؟ انسترومنت اوف فيو ذا لارينكس يعني منظار الحنجره. طب لو بدي اشوف تحت اللي هو البرونكاي سميناها برونكوسكوب، برونكوسكوب كومبايننج فورم عندي برونكو يعني برونكاي، وسكوب انسترومنت اوف فيو منظار، فبصير المينينج تبع المصطلح انسترومنت اوف فيو ذا برونكاي منظار الشعب الهوائيه. ثوراكوسكوب، ثوراكو كومبايننج فورم معناها ثوراكس، وسكوب انسترومنت اوف فيو منظار معناها فانسترومنت اوف فيو ذا ثوراكس. اذا اي مصطلح ينتهي بكلمه سكوب معناه منظار، بدي اعرف الكومبايننج فورم بعرف منظار لاي عضو من اعضاء الجسم او تجاويف الجسم. راينولوجيست، راينو معناها نوز كومبايننج فورم، ولوجيست سافكس معناها سبيشاليست ان ذا ستادي اوف يعني مختص، مختص بدراسه، دراسه ايش؟ بدراسه الانف او اختصاصي انف. سبايروميتر، سبايرو معناها تو بريث تنفس، وميتر انسترومنت تو ميجر يعني اداه لقياس، اداه لقياس ايش؟ البريثنج. ايش البريثنج؟ يعني اللنج كاباسيتي، قديش سعه اللنج للهواء. هذا عباره عن جهاز بحطه في تم المريض وبقول له اسحب الهواء، بشوف بقيس لي قديش كميه الهواء اللي بتدخل على الرئتين، وبالتالي قديش سعه الرئتين ممكن تستوعب كميه من الهواء. هذه في الغالب انا بعملها للمريض قبل العمليه عشان اشوف قديش سعه الرئتين الطبيعيه، وبعملها بعد العمليه عشان اشوف قديش سعه الرئتين، والهدف تبعي انه بعد العمليه يصير سعه الرئتين كما كانت قبل العمليه عشان امنع شيء اسمه تلاصق الالفيولاي او بنسميه الاتيلاكتاسيس ضمور الرئه. برونكوجينيك، برونكو مر علينا، كومبايننج فورم معناها برونكاي شعب هوائيه، وجينيك معناها بيرتيننج تو فورميشن متعلق بتكون او بتعلق بنشوء شيء ما في هذا العضو، يعني بيرتيننج تو فورميشن اوف برونكاي او من بيرتيننج تو سمثينج اوريجينيتد ان ذا برونكاي. تريكيو ستينوسيس، تريكيو قلنا تراكيه قصبه هوائيه، والستينوسيس it is a suffix معناها narrowing، معنى المصطلح narrowing of trachea تضيق أو ضيق في القصبة الهوائية. بلمونولوجيست، بلمونولوجيست بلمونو معناها lung، ولوجيست معناها specialist، فأنا specialist in lungs. فرينوغراف، فرينوغراف، فرينو قلنا diaphragm حجاب حاجز، وغراف قلنا instrument to record أداة لتسجيل حركة الحجاب الحاجز، instrument to record diaphragm، إذن هي أداة لتسجيل حركة الحجاب الحاجز أو جهاز لتسجيل حركة الحجاب الحاجز عشان أشوف الوظيفة تبعته. لارينجوبليجيا، لارينجوبليجيا، لارينجو combining form معناها larynx حنجرة، وبليجيا suffix معناها paralysis. إذا إيش المصطلح معناه؟ paralysis of the larynx اللي هو شلل في الحنجرة، وهذه حالة عند الأطفال
بصير في عنده ارتخاء في الحنجرة، ممكن يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء ويوقف النفس عند هذا الطفل. برونكوبلاستي، برونكو معناها برونكاي كومباينينج فور، وبلاستي سافكس معناها سيرجيكال ريبير، واحد صار في عنده مشكلة في البرونكاي وبده إصلاح جراحي، فبروح الطبيب وعمل له عملية تظبيط وإرجاع هذا العضو إلى وضعه الطبيعي. هذه بنسميها سيرجيكال ريبير أوف برونكاي، إصلاح جراحي للشعب الهوائية. راينولوجي، راينو معناها نوز، ولوجي أو لوجي suffix معناها study of، هو study of the nose، علم يختص بالأنف. كوستوفرينيك، كوستو كومبايننج فور معناها ريبس ضلوع، وفرينو diaphragm حجاب حاجز، وإك suffix معناها pertaining to. إذا المصطلح بيطلع pertaining to diaphragm and ribs، أي شيء متعلق بالحجاب الحاجز والضلوع. نيجي لآخر فقرة في هذا الشابتر وهي الـ commonly used abbreviations، المصطلحات أو الاختصارات الشائعة. في مرض بصيب الرئتين اسمه COPD، اختصاره chronic obstructive pulmonary disease. chronic معناه مزمن، obstructive انسدادي، pulmonary رئوي، disease مرض، يعني مرض الانسداد الرئوي المزمن. CXR يعني شيست اكس راي، صورة أشعة سينية للصدر، وهذه كومن نقول اعمل صورة اعمل لي صورة للصدر وتعال، هذه معناها بدي اعمل له صورة اكس راي. ET معناها اندوتريكيال، داخل القصبة الهوائية، مريض توقف النفس تبعه بنحط له انبوب بنسميه ET اندوتريكيال تيوب، انبوب داخل الايش؟ القصبة الهوائية. BE بلمونري امبوليزم، وهذا معناها جلطة رئوية، بلمونري معناها رئوية وامبوليزم يعني جلطة، هذه جلطة بتيجي بتسدد البلمونري ارتري الشرايين الموجودة داخل اللنج وبتؤدي إلى توقف النفس وبعد ذلك توقف القلب. SOBE shortness of breathing on exertion، shortness معناها ضيق، breathing يعني نفس، on exertion معناها عند الجهد، يعني مريض لما يعمل أي مجهود بصير عنده انقطاع وضيق في النفس. URTI upper respiratory tract infection معناها عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، واحد صار في عنده التهاب في الحلق بنقول والله صار عنده التهاب upper respiratory tract infection، العدوى في الجهاز التنفس العلوي. جهاز التنفس العلوي يشمل الأنف اللي هو النوز والفارينكس واللارينكس، هدول بنسميهم الجهاز التنفسي العلو. الأبر ريسبيراتوري تراكت بنسميهم اللي هم النوز والفارينكس واللارينكس، هدول كلهم من أعضاء الجهاز التنفس العلوي، أي التهاب في هذه الأعضاء الثلاثة بنسميها أبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، عدوى في الجهاز التنفسي العلوي. نقف إن شاء الله عند نهاية هذا الشابتر، نلتقي إن شاء الله في شابتر جديد الشابتر الرابع. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.